اهلا بكم من جديد. البدائل والمثائل بالنسبه للادويه في مصر. المشكله عندنا انه حصل نقص كبير في سوق الدواء نتيجه اختلاف الاسعار ونتيجه موضوع التسعير وسعر الدولار، واحنا كنا متابعين هذه القضيه حتى بعد ما تم تعديل التسعير وتسعير الدولار مع الشركات سواء المحلية أو الأجنبية. لسه في أدوية ناقصة نتيجة مجموعة من الأسباب هنسمعها من الدكاترة، ولكن دلوقتي احنا محتاجين نقول للناس طيب لو مفيش الدواء الفلاني ايه البديل بتاعه؟ ايه المثيل بتاعه؟ ونعرف الفرق بين البديل وبين المثيل، فاحنا محتاجين نعرف هنعمل ايه احنا كمواطنين، والدكاترة طبعا ما تاخدش انت البديل لوحدك، يعني مش انت مثلا هتقول اه ده الدواء ده كذا فبديله كذا او مثيل. لا، عندها محتاج انه دكتور هو اللي يكتبه وهو اللي يعمل الروشتة ويبقى عارف كويس قوي المرض اللي بتعانيه ويقدر يكتب لك ايه في نفس المادة الفعالة. ممكن يكون يكتب لك حاجة ارخص شوية، هل الارخص ده ممكن يكون المادة الفعالة فيه اقل؟ هنعرف ده من الدكاترة. هدفنا من هذه الفقرة هو ان الناس تعرف ايه البديل وايه المثيل لهذه الأدوية اللي كتير منها لسه مش موجود. اسمحوا لي ان ارحب بالدكاتره، دكتور خالد سمير استاذ جراحه القلب بجامعه عين شمس عضو مجلس النقابه، دكتور محمد اسماعيل استشاري طب الاطفال، دكتور حسن ابراهيم عضو مجلس نقابه الصيادله، والدكتور ماجد حلمي استشاري امراض النساء. وخلوني ابدا بدكتور خالد، يعني ايه الفرق بين البديل والمثيل يا دكتور؟ البديل هو يعني عقار اخر من ماده فعاله مختلفه لكن بيؤدي مفعول قريب من المطلوب بالنسبة للطبيب. يعني الطبيب بيشخص وبعدين بيختار أفضل دواء ممكن بالنسبة لحالة المريض، سواء حالته الإكلينيكية، حالته كمتابعة، حالته الاقتصادية، بحيث أنه يضمن أن المريض هيكون متابع على الدواء حتى يصل إلى الشفاء. يعني المثيل هو نفس المادة الفعالة. إحنا عندنا طبعا في مصر نظام التسجيل بيسمح بتعدد الأسماء التجارية لنفس المادة الفعالة حتى 12 مثيل. ده برضو أحد المشاكل اللي موجودة في موضوع الدواء المصري. يعني المثيل ده زي مثلا البنادول وباراسيتامول. يعني يكون باراسيتامول يطلع 10 أنواع، 12 نوع من الباراسيتامول بأسامي تجارية مختلفة، وقد لا يكون هناك فرق كبير في التركيبة ما بين دواء أو آخر، لكن في النهاية اسم تجاري جديد عادة المفروض يكون فيه يعني زيادة أو نقص في التركيبة. المادة الفعالة الأساسية موجودة وممكن يضاف عليها أشياء بتدي، لكن بتدي البديل أخر. إن مثلا نجيب نوع بديل من الأنتيبيوتيك مثلا زي ما يكون مثلا أوجمنتين فجيب زيسروماكس مثلا أو نفس مثال الباراسيتامول. أنا بدور على حاجة تانية زي الأسبرين مثلا زي الأسيتيل سيليسيليك أسيد، بديل حاجة مشابهة لمسكن للألم، فده بديل عن ده بس مادة فعالة مختلفة خالص، غير لما يكون باراسيتامول ومنه عدة أسماء تجارية من نفس المادة الفعالة. دي المثائل. طب عايز أعرف بقى أخبار الأدوية، هل في أدوية ناقصة ولا بعد إعادة التسعير الموضوع الدواء الناقص ده اتحسن كتير يا دكتور؟ يعني هو في بالنسبة للأطفال مثلا في شقين. بالنسبة لأدوية الأطفال في أدوية كتير جدا إنتاجها متوفر في مصر، انتاجها بالكامل مصري، زي مثال كل المضادات الحيويه تقريبا اللي احنا بنستعملها في مصر انتاجها مصري، ودي ما حصلش فيها مشكله كبيره في الفتره اللي فاتت، ثم بدات تتحسن جدا جدا لدرجه ان انا بحضر لسته الادويه عشان اشوف نواقص في المضادات الحيويه مش لاقي حاجه ناقصه تقريبا. فالحمد لله ادويه بالنسبة الاطفال للمضادات الحيويه مش ادويه الاطفال عامه، المضادات الحيويه، خوافض الحراره، مزيلات الاحتقان، اللي هي الحاجات الشائعه الاستعمال، مضادات الاسهال، الحاجات الشائعه، محلول الجفاف، الحاجات دي كلها الحمد لله متوفره جدا دلوقتي. كان يعني في مجال تخصصي بشتغل اكتر على الانسولين، زي ما اتقابلنا قبل كده في سكر الاطفال، احنا كان عندنا نقص في الانسولين فعلا في الفتره اللي فاتت، لكن ده الحمد لله بدا يتحسن في الفتره الاخيره، ومعظم انواع الانسولين بقت متوفره كويس دلوقتي. يمكن جزء كبير من المشكله حصل نتيجه انه الاهل كانوا خايفين جدا الانسولين يقل في الفتره اللي فاتت، وكان بيجي لي اسر كتير تقول احنا جبنا مخزون 3 شهور و4 شهور،
وبدات احسب مع نفسي كده لو حد جاب مخزون 3 شهور واربع شهور وكل واحد عمل كده هيحصل عجز شديد جدا. بانك خاصه ان موضوع الانسولين ده موضوع حساس جدا. بالظبط. يعني لو بالذات لو طفل ما بيقدرش لو هو لازم ياخد جرعه انسولين معينه الاهل بيبقوا لكن في الفتره اللي جايه هيحصل وفره بشكل كافي لان معظم الناس كان عندها ستوك كبير جدا في البيت وبالتالي معدلات الشراء اتحسنت جدا الانسولين بدا يتوفر. ما زال عندنا مشكله الادويه اللي فيها هرمونات او الادويه اللي معظم تركيبها من الخارج وكتير من الاطفال بيحتاجوا ادويه زي هرمون النمو وهرمونات ثانيه زي هرمون الغده الدرقيه دي فيها شويه نقص لانه البديل المصري مش متوفر وفي ما زال مشاكل في الاستيراد وتغيير سعر الدواء المفاجئ عامل مشكله لغايه دلوقتي ما زالت موجوده. طب هنرجع لمشاكل الدواء بس اسال في امراض النساء بقى الادويه متوفره ولا لسه في مشاكل؟ في بعض الامراض الادويه بتاعتها متوفره زي التهابات المسكنات الحاجات زي كده لكن ادويه تاخر الانجاب مثلا دي كلها هرمونز ودي مش موجوده لانها كلها مستورده. بالظبط. دي كلها هرمونز وهرمونز مستورده واسعارها ارتفعت جدا وملهاش بدائل بتاعتها بسيطه جدا. موانع الحمل برضو موانع الحمل ناقصه حبوب منع الحمل ناقصه جدا انفجار سكاني اخر يعني لا موانع الحمل موجوده ولا اللي هي علاجات الحمل موجوده علاجات تاخر الانجاب والار اتش بقت متوفره والار اتش متوفره في مكان واحد بس اللي هو المصل واللقاح بالظبط واسعارها غليت جدا بس موجوده في مصر واللقاح اعتقد ان الشركه بعتت لي جواب قالت انها وفرتها اعتقد انها تتوفر في اكثر من مكان غير لما تتوفر يعني بطريقه مركزيه في مكان واحد في القاهره ما هي بتتسرق وبتتعمل وبتتباع باضعاف سعرها هي دي مشكله يعني هي عشان كده في عندنا مشكله لا هي بتستورد بطريقه يعني غير شرعيه وبتتباع في صيدليات باسعار مغاليه فيها جدا وبعدين مشكلتها كمان التخزين دي لو مش طبعا. لو قطعت كهرباء عنها شويه خلاص باظت بالظبط ما هي الفكره انه وزاره الصحه اصدرت بيان وقالت ان هو محدش ياخد الحقن الار اتش غير من فاكسيرا لانه اللي موجود احنا مش عارفين واحنا اكتشفنا ان في انواع مغشوشه بالزبط. موجوده في السوق. طيب دكتور حسن انت شايف ايه الادويه اللي ناقصه انت بقى يعني في قطاع الصيدله او يعني في الصيدله انتوا شايفين ايه الادويه اللي ناقصه؟ خلينا نقول ايه سبب الازمه اصلا الازمه ليه حصلت. الازمه حصلت بعد قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر كانت تصريحات وزاره الصحه ان مش هيحصل تحريك الاسعار وحتى كان في تصريح مشهور ان شركات الادويه بتكسب بنسبه 2000% ده تصريح طلع من وزاره الصحه. طبعا الكلام ده مبالغ فيه جدا يعني ما فيش اي صناعه بيبقى في مكسبها هوامش الربح بالشكل دوت. الشركات دنتها مستنيه ان يحصل تحريك الاسعار والمفترض ان ده كان يتم الاعداد ليه مع قرار التعويم. يعني المشكله ان في مصر الدواء هو السلعه الوحيده الغير مدعمه لمسعره جبري. فبالتالي لما بيحصل اي مشكله او زادت التكلفه على المنتج بالتالي مش هيوفر الدواء. ما فيش حد هينتج دواء بيحصل فكان لا محلي ولا دولي بالظبط وابسط حاجه الناس اللي بتستورد لان اللي بيستورد ما عندهوش مجال ان هو يقلل الكوست بتاعه يقلل التكلفه لان هو بيجيب علبه دواء ثمنها كام يورو ثمنها كام دولار فبالتالي بيبقى حاطط هامش ربح بالنسبه له علشان يقدر ان هو يكمل. اللي حصل في زياده التسعيره ان تم التنويه عن زياده التسعيره قبلها بفتره وانا من وجهه نظري ده كان احد القرارات للاسف اللي هي ما كانتش صحيحه لان ده عمل هل عند المواطن خلى زي ما قال الدكتور ان الناس تبدا تنزل وتشتري اكتر من احتياجاتها كنوع ان هي خايفه الاصناف دي تنقص او ما تبقاش موجوده. في نفس الوقت لما طلعت التسعيره في 12 يناير تحريك الاسعار بتاعه الادويه فوجئنا ان هي تمت بمسطره واحده بمعنى ان الدواء ده انا ما درستوش هل محتاج زياده التسعيره ولا لا وهل ال 50% اللي هي الحد الاقصى لزياده التسعيره مناسبه ولا لا. في ادويه خدت زياده التسعيره زي ما قال الدكتور ادويه هرمونز معظمها مستورد ال 50% دي ما تغطيش التكلفه او الزياده على المستورد. يعني المستورد لو خد حتى لو خد ال 50% هو بيخسر فمش قادر ان هو يوفره. فده مأثر لحد دلوقتي في الافيلابيلتي. في ادويه خدت 30 و40% ما تستحقش اصلا ان هي تزيد. بالعكس ده يمكن محتاجه ان هي لا سعرها يثبت لا اما ان هي كانت تقل. بس رغم كده في تصريح يمكن مبشر شويه سمعناه
من المتحدث الرسمي الدكتور خالد مجاهد للوزاره، المتحدث الرسمي للوزاره، ان هو قال ان فعلا في لجنه، احنا طالبنا كنقابه ان يبقى لاعاده التقييم. بالظبط. طب انا دلوقتي عندي ناس مرضى، يعني في النهايه ده قرارات بقى اقتصاديه فوق طاقه البشر ان هم يقعدوا يدرسوها، والناس ملهاش بقى التسعير ومش التسعير، انا عارفه ان دي قضيه اقتصاديه مهمه، لكن في النهايه انا عندي مرضى عيانين، مين اللي بيحدد بديل الدواء ده؟ لو انا مش لاقيه الدواء سين مثلا، مين اللي يحدد الدواء البديل بتاعه ايه، او الدواء المثيل ايه، او الدواء الارخص سعرا لو المريض مش قادر يجيب الدواء الغالي؟ هو طبعا يعني طبيا وقانونيا المسؤول عن وصف الدواء هو الطبيب، يعني قانون مزاولة مهنة الطب بيحدد من الذي يقوم بفحص المريض، ومن الذي يحدد المرض، ومن الذي يصف الدواء. تحديد نوع الدواء المفروض مهمة الطبيب. في حالة عدم وجود هذا الدواء والصيدلي وجد، حتى لو وجد خطأ من الطبيب، ممكن الصيدلي ينبه الطبيب، لا مش ممكن ان هو يغيره من نفسه، ينبه عليه واجبه قانونا ان يتصل بالطبيب، او يعني ينصح المريض بالعودة للطبيب ان هذا الدواء مثلا غير مناسب للسن، للحالة المرضية، للجرعة اللي مكتوبة، كل ده لازم يراجع. بس ده اللي بيحصل بصراحه، انه الصيدلي على طول بيغير الدواء لو مثلا في اي مشكله نقص، مثلا يقول له ده كذا البديل بتاعه كذا. مع حضرتك حق، لكن احنا ملاحظينه في الايام الاخيره ان المرضى بيرجعوا لنا تاني، ده حاولوا يدوني كذا لكن انا عايز اتاكد. الناس قلقانه. طب في موضوع القلب بقى، وده تخصص حضرتك، يعني ايه الادويه اللي ناقصه وبدائلها ايه؟ احنا مشكله عندنا طبعا ان في جراحه القلب في ادويه كتيره مستورده. الادويه المستورده دي بعضها مهم جدا جدا بالنسبه لنا، زي البروستاجلاندين مثلا، الاطفال اللي بيتولدوا بعيوب خلقيه لو ما عندهمش دم رايح للرئه بيتوفوا، يعني دي حاجه قاتله. في دواء بيفتح القناه الشريانيه حتى الطفل يقدر ان هو يستحمل اسبوع اتنين لغايه ما نقدر نعمل له جراحه. الدواء ده كان قبل كده ب 400 500 جنيه، كان بيستورد برضو بطريقه او باخرى. وطبعا يعني المشكله مش بدايتها الجنيه، تحرير الجنيه، المشكله عندنا من قبل كده، لكن دي القشه التي قسمت ظهر البعير، ولها اسباب كثيره في التسجيل وفي تعدد البدائل، واحنا مع نقابه الصيادله طبعا في الموضوع ده محددين ومطلعين بيانات حصرين هذا الموضوع. اذا كنا عايزين نحل مشكله الدواء في مصر ونعيد الاستثمار الى قطاع الدواء اللي بعض الدول العربيه نجحت ان هي تاخد خطوات كبيره، واحنا بنرجع لورا بعد ما كنا الاوائل في الشرق الاوسط. احنا محتاجين نحرره تماما وندعم المريض الغير قادر، هو ده الاساس. ده جزء طبعا مهم جدا من الحلول المطروحه. عندنا كان في فساد كبير جدا في عمليات التسجيل، سواء في الرشاوي كان يعني على مدار سنوات بعيده، سواء في حجز اماكن من المسائل عشان ما فيش حد تاني يسجل، قصص كبيره ادت الى ان عندنا نظريا مسائل كثيره بعضها لا ينتج، مرخص بقاله سنه واثنين وثلاثه والمصنع ما طلعوش خالص، لم ينتج عبوه واحده بغرض ان هو يقفل مكان التسجيل على حد تاني. يعني ما مشكله الدواء كانت موجوده، ونواقص الدواء موجوده بقالها سنين في مصر، وكانت بتتزايد تدريجيا لغايه ما جه تحرير العمله. اول حاجه اثر على المستورد زي ما الدكتور حسن قال، احنا عندنا في تخصصنا زي ما قلت لحضرتك ضربت مثال، الدواء ده قل كتير جدا وجوده في السوق وسعره عدى ال 1000 جنيه. هل في بدائل ليه؟ ملوش بدائل، ده ملوش بدائل. فموقفنا دلوقتي باقي ادويه القلب بقى العاديه، في ادويه طبعا اللي بتنتج في مصر، في منها ادويه بتاعه الشركات صاحبه الملكيه الفكريه اسعارها غاليه جدا وليها بدائل مصريه. ابتدينا نقنع الناس ان هي ياخدوا البدائل، برضو احنا ما بنبقاش المسائل يعني ما بقناش متاكدين من فاعليه الادويه اللي ما تعودناش نستخدمها قبل كده، لكن في ظل الظروف الاقتصاديه وان بعض المرضى ادويه زي ادويه السيوله مثلا في دواء معروف الناس كانت ماشيه عليه ثمنه 205، البدائل المسائل بتاعته اللي موجوده في السوق ب 50 جنيه وب 60 جنيه. فطبعا المرضى ومرشح هو احد طبعا حضرتك عارفه، مش عايزين نقول الاسم يعني، لكن هو مرشح ان الثمن يوصل لاكثر من 350 جنيه. فالمريض لازم يبتدي ان هو يتعود ياخد المثيل اللي موجود الرخيص، ونحاول ان احنا نشوف هل تاثيره هو نفس التاثير، ونبتدي برضو نتعلم في التجارب دي، لان احنا مضطرين نتعلم على المرضى بقى. ما هو مفيش حل تاني. احنا بنتكلم على دواء ممكن تكلفته في الشهر للمريض يعني تعدي 600 700 جنيه، ده دواء واحد لحاجه واحده في القلب اللي هي السيوله.
ادويه بعض الادويه مثلا بتاعه الدهون في الدم، الدواء اللي كان مشهور والناس كلها بتاخده اللي هو الدواء الاصلي بتاع الشركه، ثمنه دلوقتي حوالي 158 جنيه العبوه اللي هي ال 20 مللي جرام الحبايه فيها. في اماثيل ليه بحاجه و40 او 50 جنيه، وعبوه يعني الحبايه فيها 40 مللي جرام اكتر. لكن برضو هنقارن، لسه برضو ما عندناش خبرات كبيره في المقارنه في الفاعليه بتاعه المسائل دي. طب امال مين اللي يعرف يعني؟ ما في النهايه دكاتره يعني، هل احنا هنستنى نشوف المريض يشوف الدواء ده له فاعليه ولا ملوش فاعليه؟ ما موضوع كمان صعب ان انا اقول للناس الكلام ده يا دكتور. ما هو ده اللي احنا ده اللي بنعمله دلوقتي، احنا بنغير الادويه اللي كنا بنستخدمها قبل كده، لان المريض بيرجع تاني يعني، حتى لو كتبنا له الدواء اللي هو اللي عارفينه. لانه قلقان، قلقان وعايز. مش لا مش قلقان، بعضهم مش قادر ان هو يشتري الروشته. ابتدت تعدي 2000 جنيه و3000 جنيه في الشهر لمريض عنده القلب. الاطفال بقى كمان في يعني مشكله رهيبه. انا يعني بالنسبه لي شفت ده قدام عينيا، يعني في فيتامين د في الصوره النشطه، النوع المستورد والنوع المصري. مجرد ما بسويتش اغير للنوع المصري، انا قدامي نتائج تحاليل كل 3 شهور للمريض عشان اشوف نسبه الكالسيوم والفوسفور في البلاد والحاجات دي كده، فبلاقي اختلاف شديد جدا على نفس الجرعه. مجرد ما انا غيرت من النوع الالفا كالسيدول دي الماده الفعاله من النوع المستورد الى النوع المصري، وللاسف ما بقاش متوفر مثلا. هو احنا مش عايزين نقول ان يعني هل الادويه المصريه معينه دي بقى؟ لا مش كلها يعني، مش كلها، في حاجات فعاله جدا وهايله جدا، حاجات فعاله جداً. بس يعني المشكله ان احنا عندنا يعني مش انعدام ثقه، عندنا هزه ثقه، عندنا شكوك. بيبان في حضرتك في التحاليل اذا كانت الماده الفعاله فعلا متوفره في الدواء بالشكل الكافي ولا لا، وانا اكاد اجزم ان في ادويه فعلا فعاليتها ضعيفه جدا بالمقارنه بالمسائل الاخرى. هل الدكاتره بيبقوا متعودين فعلا زي ما الدكتور قال، دكتور خالد قال، الدكاتره بيبقوا متعودين على كتابه ادويه معينه؟ يعني هو انت متعود ان حضرتك يجي عيا كذا مرض كذا، انا متعود ان انا هديله كذا. فكره ان انا ادور بقى على بديل او على مثيل او على حاجه تانية ارخص، ده مجهود من الدكتور مش عايز يعمله؟ او خلوني اقول لكم بصراحه، بيقولوا ان الدكاتره بيبقوا متفقين مع الشركات على ترويج. معلش خلوني اقول كل في بعض الدكاتره بيبقوا متفقين ولا كلام مع بعض الشركات على ترويج انواع ادويه معينه، فهو بيكتب له دواء ده اللي لازم تاخده. لا طبعا، لو الدواء متوفر بكتب لها احسن حاجه، الحاجه اللي انا متاكد انها هتجيب افكت كويس او تاثير كويس عليها. لكن لو الدواء مش متوفر انا بضطر اكتب بديل او 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 يعني روشته، بكتب 3 ادويه واللي تلاقي فيهم خديه. دكتور بتعمل نفس الشيء بالنسبه للاطفال؟ لازم ادي بدائل، بس لازم اكون متاكد انها ناجحه. يعني انا برفض انه يستعمل النوع اللي انا عارف ان تاثيره سيء، بقول له ده مش هيجيب نتيجه وما تستعملوش، وبيقول لي لا انا محتاج ان انا استعمل الارخص ده، بقول له انا اسف مش هيجيب نتيجه. دكتور خالد بتعمل كده؟ لا انا طبعا انا بكتب الحاجات اللي المفروض ان هي الافضل لحاله المريض، وبتناقش معاه في الثمن قبل ما يروح، واقول له ان ده فعاليته كذا. انا بس نقطه اللي هي الدكاتره اللي بتتفق، ودي لازم نعرف ان كل الشركات بتحاول، يمكن شركات طبعاً. القطاع العام يعني المنافسه موجوده بين الشركات لمحاوله اقناع الاطباء ان هم يكتبوا ادويه معينه، لكن الطبيب بالاساس هو هدفه ان المريض يخف عشان سمعته وعشان يرجع له تاني وعشان يجي له، فمش ممكن طبيب هيكتب دواء هو مش متاكد ان هو هيجيب النتيجه المطلوبه. لكن الخيار بين الادويه الجيده هنا اللي ممكن الشركات بتتدخل لمحاوله توفير الدواء في الصيدليه القريبه منه، ويعني محاوله ان هو اكتب الدواء ده وما تكتبش الدواء ده. لكن في النهايه حق المريض او الهدف ان المريض يخف، مش ممكن طبيب هيكتب حاجه من غير ما يكون متاكد منها. دكتور هل بتشوفوا انه الصيادله دلوقتي هم اللي بيتبرعوا؟ لا بصراحه يعني انا دي تجربه ليا، كل مثلا يقول لك عايزه كريم الفلاني يقول لك لا ده على طول ده مش موجود، البديل بتاعه كذا او خدي بداله كذا. هل الدكتور الصيدلي بيبقى قادر على ان هو يعرف الموضوع ده؟ الخبير الاول في الدواء هو الصيدلي. الصيدلي لما بيقول، ويمكن يعني انا بستغل البرنامج بتاع حضرتك، نسبه المشاهده العاليه. للاسف احنا عندنا في مصر كلمه بديل او مثيل كلمه سيئه السمعه. المواطن متخيل ان الصيدلي عايز يبيع له، هو مش عايز يبيع لحضرتك، هو بيحل لك مشكله. هو عارف ان الدواء ده مش موجود، مش متوفر دلوقتي، وانت في حاجه ان انت تاخده، فبيعرض عليك المثيل لو موجود. لو المثيل مش موجود بيعرض عليك البديل بالتنسيق مع الطبيب. بالتنسيق مع الطبيب، طالما انا هخرج من المثيل وهدي بديل يبقى انا براجع الطبيب المعالج. ودي فعلا بنشوفها حالات ناجحه كتيره جدا، ان هو
مدى التواصل ما بين الطبيب والصيدلي. بس ده مش دايما لسه. يعني معقولة الصيدلي هيرفع سماعة التليفون يكلم الدكتور خالد ولا يكلم يعني مش بيحصل. لا بيحصل. الصيدلي لازم يكون صيدلي صديق يعني. لا صيدلي محترم ومن مختلف المحافظات. بيجي لنا تليفونات من المحافظات الدواء ده مش باين. ايوه بس حضراتكم بتردوا على التليفونات يعني ولا طبعا تليفونات العياده لا بيكلمني على الموبايل بكتب له رقم موبايل بتصل بيه. معلش عايز اضيف بس حاجه استكمالا لكلام الدكتور عشان الكلام ما يتفهمش غلط. الدواء المصري دواء محترم جدا. طب ايه دلاله الكلام اللي انا بقوله؟ دلاله الكلام اللي انا بقوله ان مصر عامله حمله ترويجيه كبيره جدا للسياحة العلاجية على مستوى العالم عشان فيروس سي. طبعا الأدوية بتاعت فيروس سي وهي أدوية محتاجة تكنولوجيا عالية في إنتاجها. إحنا الكفاءة بتاعتها نفس المنتج الأمريكي اللي موجود والسعر 1% من السعر العالمي. فعشان بس ما نظلمش نفسينا أو إن إحنا نصنف الدواء المصري في تصنيف أقل من اللي هو موجود. هل أنتوا في النقابة تعملوا خدمة للناس إنه هذه هي البدائل وهذه المثائل؟ تمام. أنا يمكن كنت بتكلم مع الدكتور قبل لما نبقى مع حضرتك على الهوا، فالدكتور كان بيقول في دواء للأوفيوليشن دواء للتبويض ناقص وعامل له مشكلة. فقلت له على فكرة الدواء ده ليه بديل بتاع شركة قطاع أعمال. يعني شركة النيل وهي شركة قطاع أعمال بتنتج دواء بديل دواء مستورد، بس للأسف يمكن قطاع الأعمال عدم اهتمامه بالدعاية بشكل كبير زي باقي الشركات. كتير من الأطباء ما يعرفوش دواء اسمه كوريونيك جنادوتروفين بالظبط. الدواء ده لعلاج الافيوليشن لعلاج التبويض لكنه مش معروف. احنا كنقابه بدانا نعمل قوائم بالتنسيق وبننسق طبعا مع الساده نقابه الاطباء بحيث ان احنا نعرف نعمل اويرنس كده للناس البدايل والمسائل اللي موجوده واللي ممكن متوفره. احنا عندنا قائمة بنعرضها يعني من اظن دي من قائمة جزء من قائمة طويلة جدا من نقابة الصيادلة، لكن يعني بنقول فيها البدائل والمسائل. خلونا نخرج فاصل وهنستعرضها بعد الفاصل، وايضا هنستقبل كل اتصالاتكم الهاتفية.